اللهم بارك لنا ما تبقى لنا من شعبان وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. كبيدة فينا مولادك فين؟ يا مساء النور، يا مساء التخمال. انا كنصب الطلامط، كنصب الحوايج، راه دابا تعصروا. اهلا، تخيلوا معايا بقوه ما ساليتش اليوم. دابا وصلت لي نوتيفيكاسيون بلي غيودل المغرب دابا 7 وشي حاجه. يلا جلست باش ندير لكم الانترو ديال الفيديو اللي من الصباح وانا باغا نديرو. ما علينا، صبنت شي حويجات وصبنت معاهم دوك المخاد اللي وريتكم، دوزت لاسبيراتور، شطبت، جمعت، راك عارفين داكشي. غير هو الحال مظلم، ما نقدرش نصور لكم. نقول لهم صحيبتي جابت ليا الشهيوات. غندوقوا هاد الشيء، فلافل مفلفله. بسم الله. بصح صراحه شنو الكومنتات؟ انا كناكل فيه الجو، ما عنديش الكومنتات. واش بصح بنان؟ خصهم شي صوص والواعين. راه هي اللي قلت لك انا. ولكن انا بغيت ندوقهم بلا صوص. واش تبقاو؟ راه اول مره نصيبو. بقى لي ندوق هذا. هذاك فيه هذاك دابا كنت بغيت نصيب الصبور. ولكن فاتك الطب صغير في مخامر كبار. وهذاك الشيء واحد العجينه ني ديال هذا اللي درت ديال الصبور. درتها بحال الوراق ديال الطاكوس البيبي. انا فاش شفته اصلا جاني بحال الشكل ديال الطاكو. شوفوا، لا لا لا، شنو انا مصاحبه مع الحاد، كانت مع المواهب. جاب لا قمه ديال الشاورما. شوفوا كي داير. ايوا صاحبتي والله يعطيني الصحه. بنين غير الخبز شويه. مالو البنه كاينه، غير الخبز شويه. بنين الخبز شويه خاصو. اش خاصو؟ جاني بحال شويه كيتلوك، فهمتي؟ كتلقاي صعوبه باش انك تمضغيه. لا ماشي قاصح، بحال كيتلوك في الفم، عرفتي كيفاش؟ صاحبتي تفكراتني وجابت لي الماكله. بنين لا والله بنين، راك عارفه انا ذوقي كي داير. اول حاجه درتها هي مسحت داك البلاصه من الغبره باش نرجع في بلاصه المرايه ونقلب اتجاهات. اصلا هذيك هي البلاصه اللي محكوم على انها تكون تما المرايه، ما عنديش من غيرها. هنا غنضربها بواحد التجفيفه باش نقاد البلاصه ديال السطه. الا جاتني ما غتكونش كافيه، انا برب الزربيه غنسخو شويه السداري. هنا جففت هاد البلاصه هذه بسنكروه وغير من الغبره، حيت ديجا كاينه نقيه غير مع الشراج وداكشي راك عارفين. بديت كنحطو باش نشوف الديكور اللي باغ. جلست صمت ولحظة تأمل، حيت جربت جوج طوابل باش نعرف اين وحدة فيهم غتجي حسن في هذيك البلاصة. عرفت تحرك البرد هاد الايامات، كنحس براسي غنتروح. المهم بالنسبة للطابلة باقي ما حرت اين وحدة غندير، حيت صراحة خاصني شي طويبلة نبقى نحط عليها او ميم طون متكونش عالية. دابا هما مزيانين ولكن في هاد البلاصة حيت جات مش كوادر، يا صعيب الديزاين ديالها. صافي انا دابا باقي كنقاد، الا بان ليا شي تغيير غادي نوريه ليكم، ولا زدت شي ديكورات غنوريهم ليكم. ها نتوما شوفوا هاد ديفوليف بيرسوناليزي، كتكتبوا فيهم اللي بغيتوا، شي حاجه كتموتي بيكم، شي كلمه، اي حاجه سميتكم اللي جا في بالكم تقدروا تكتبوه. راه كيتحلوا بحال دي غونجمون، بما انه دابا رمضان ما بغيت شي حاجه فيها شي سميه ولا شي سيتاس. وهذا مكان الا بغيتوما نخلي لكم لاباس، صراحه زوينين عجبوني، كيعطي واحد لو شارم زوين. دابا غادي نصبن هذا الشيء، هذه ديجا مصبنه، غنديرها ونصبن زربيتي الاخرى اللي كنصلي لهم. راه بحال شحال من حاجه كتبان عندي بحال كتبان بحال راه ما بدلاش. المهم والمخاد هذو اللي كانوا باقين ما صبنتهمش البارح غنديرهم يتصبنوا. وهذه حتى هي عندي خفيفه، هذا توبهم شويه قاصح اللي كنصلي عليهم. انا دوزت شطيطيبه هكا على الزربيه، كلشي طلعته الفوق باش نكمل الديكوراس. ترى وصلت لينا كوموند، غنحلها معاكم. عرفت واحد البرد خرجت والبرد كيطيب. المهم غنحل معاكم علاش سبقت لكم لا فيديو ديال رمضان، حيت راه باقي تحضيرات رمضان الحقيقي، بزاف الحوايج اخرين على قبل هذا الشيء باش لا بغيتو تاخذوه تستافدوا منه.
ثانك يو منال. هادو فواصل اقرا ورتل وارتقي، تقدروا ديروهم فاش تكونوا كتقراو القران. فواصل القران كاينه هذه حتى هي وكاينه حتى هذه. اللهم اجعل القران ربيع قلبي، صراحه زوينين هكا فيهم ادعيه. وهذه اخرى وثاني، وهذا جدول يومي، صراحه عجبتني هالطريقه. يعني تقدروا تكتبوه هنا وتمسحوا، يعني شوف لا ماتيغ باش مقاده بحال شي سبوره صغيره. الاولويات، الملاحظات، الحمد لله على دعاء اليوم، انتاجيه اليوم، وقائمه المهام. وكاينين اذكار الصباح، صراحه كنت محتاجهم وكنت غادي نطبعهم، والله الا مزيانين كينفعوا. اذكار الصباح هكا تحطوهم حداكم باش ملي تفيقوا تقراوهم. وكاينين حتى اذكار المساء. كاين هذا اللي دار عليه فيلم كامل، مفكرات رمضان، هذه فريمون غادي تنفعكم بزاف. هانتوما نحل معاكم باش تشوفوا، شوفوا اول باج شنو فيها. وكاين جدول ختم القران، الصراحه لحاجه ضروريه في رمضان. اهدافي في شهر رمضان اللي غنكتبوهم اونسومبل، ضروري غنكتبوا الاهداف ديال شهر رمضان. هنا كاينين الاجزاء ديال القران، فوالا كاين مخطط الاسبوع، كاين مظاهر التطوع، كاين مخطط الاسبوع هنا عاوتاني قبل النوم، شهر في ربيع الاسابيع، مثلا كاين الاسبوع الاول الثاني الثالث الرابع العشر الاواخر من رمضان. هنا ملاحظات، مخطط عاوتاني الاسبوع، ليله القدر، دعاء وداع رمضان، كاين حتى ديال العيد، راه قالت لي البنت كاينين ديال العيد باش نشوف سنن العيد وادابه. مهم هادشي تبارك الله واعر، وفيه واحد الكرياتيفيتي فنه، وقفه مع النفس. تيسن قلت لكم باللي راه كيجي باش تكتبوا في هذا العيد اللي بحال السبوره اللي فيها الاهداف، نوريكم بس انا نكتبوا تشوفوا. كتجي معاها واحد البوس هكا وهكا، صراحه واعر هادشي، راه كيموتيفي على رمضان. صراحه كنصحكم تاخذوه، انا بحال هادشي نخسر فيه الفلوس، حيت شي حاجه اللي كتنفع ماشي بحال الحوايج بحال شي حاجه اخر. شوفوا درت هادو هنا، اي حاجه عندها علاقه بهادشي ديال رمضان ديال تنظيم الوقت اللي مازال غيوصلني داكشي الاخر، غادي نبقى نديرها هنا باش يبقاو معزولين على الكتوبه ديالي الاخرين ويبقاو قراب ليا. شوفوا شوفوا شهاد الزين هذا، شفت شي كيوت، صوتي كيتبدل ملي كنشوف شي حاجه كيوت. المهم انا ما بقيتش كنشري الملحه، صافي الملحه كاع الانواع ديال الملحات كيوصلوني في لي بوكس. انا درت طابيه من التحت باش ما تبقاش تجيني الارض بارده، وعاد درت التربيه ديال السلق. قديت لويزا بالليل ودايرها في كاس في جود مورنين، اما راه دابا ما كاينش لا مورنين لا ايفنين، دابا راه الليل خصني نعس. المهم لعل واسه ترخيني الناس بكري. دابا غنكتب معكم اهدافي ديال شهر رمضان، وبالنسبه للاهداف صراحه في بالي بزاف، صرتو انه هاد الشهر كيكون شويه قاصح من ناحيه التنظيم ديال الناس. اللي درت نبارطاجيها معكم فلوغات، في نفس الوقت غيكون داخل فيهم طرق نصائح، ماشي هضره وصافي تطبيق. غنبارطاجي معكم الاهداف اللي كتبت، يقدر يكونوا اهداف اخرين نقدر نزيدهم. كتبت بعدا ختم القران، هذه حاجه ضروريه، الصلاه في وقتها حاجه ضروري سخطو في رمضان، غير كان عندي شي ظرف طارئ او شي حاجه خارج عن ارادتي. شي مرات كيكون الاذان وحنا في الدار خاصنا نحيدو كلشي في يدينا. الاكل الصحي بيان سور ما نقدرش ناكل كلشي 100% هيلتي، ولكن في رمضان كنحاول نبقى غاده بواحد البروغرام زوين. كتبت الالتزام بالدراسه على حسب داكشي اللي باغا نقرا انا، حيت كاين داكشي متنوع بما فيهم اللغه، على راه كنقرا لونغلي ديما انا. الاستمرار في اكتساب عادات جيده وداكشي، نحاول نبقى غاده وانا كنكتسب عادات زوينه، صغتو في رمضان ما خصناش نرجعوا للور، نزيد عادات اخرين. عدم سماع الاغاني هذه باينه، قراءه الاذكار هذه حتى هي حاجه باينه بما فيها عاوتاني، تا راه ختم القران فيه الورد اليومي وداكشي كامل. كتبت محاولات كبح النفس عن الشهوات، فيها بزاف ديال الحوايج، مسامحه الناس، التصالح مع بعض الاحداث. المهم كاين شي حوايج كيكونوا واقعين لينا ما كنقدروش نسامحوا فيهم، ولكن صراحه انا كنحس داخليا شي مرات ما كنحقدش على الناس، الله ياخذ الحق وداكشي. صراحه حاجه زوينه اننا نتعلموا نسامحوا، حيت الا عشنا وحنا حاقدين صعيبه بزاف علينا حنا الاولين. اعطاء صدقات ومساعده الناس هذه حاجه باينه، والحيوانات حتى هما الناس والحيوانات، حيت الحيوانات مساكن فيهم الاجر، ونحاولوا نتفكرهم في الماكله هكا، بنت لنا شي مشيشات نشريو لهم لك خوكيت، نشري رخيص داكشي راه ولاو موجودين. نشر المزيد من الفيديوهات، غنحاول نكون اكثر اكتيف في السوشيال ميديا. ايوا هادو بعض الاهداف اللي تقدروا تانسبيراو منهم، حيت بانوا ليا غيكونوا اهداف عامين غادي يقدروا يصلحوا لكم كاملين. داكشي شحاول ندير اهداف اللي غادي تقدروا حتى نتوما تانسبيراو منهم. كانت عنده واحد الكميه غريبه عجيبه في حاله. واه هي مواه
الله داكشي اللي صيفطات ليا دين غير صحو زعما كاين علاش زعما فين كتقلبي تلاقي واحد المهم انا كنجمعهم جمع مع اسيا ابل بالنسبه لهذاك اللعيبه بقى لي غنزيدها من الفوق وراه عاودت لمت نمسيه كامله حيت البروبليم كيبقى يزلق لي داكشي من الجناب وحتى ديك الخويه كتعنكشني دونك قلبت النموسيه داك الجهه اللي كنعس عليها بزاف صوت البعارك حل الشر ما كيفاش ما كنبغيش نحلو قلت لكم هذيك الجهه اللي كنعس عليها بزاف قلبت الجهه الاخرى باش ما تبقاش تهبط ليا تعوج ليا النموسيه راك فاهمين كيفاش راكم غير المخدات غنصبنهم الاخرى ديجا مصبناها غنغلفها صافي اصلا ديما كنصبن المخد ديما حتى هذاك ديما كنصبن دايره الزيت الشعري دابا شويه ندخل ندوش بصحتي وراحتي الدوش دايره هاد اللعيبه حيت شعري فازك ودابا غندير هاد الماسك هذا ديال فلوغماك عقلت فاش درت انا واكرام فيديو درته في الفيديو غيبان لكم قراب البعضيات وما في الفيديو اللي فات ولكن في المدره كبيره نورمالمون كيدار حتى لثلاثه المرات في السيمانه انا غنحاول نبقى نديرو جوج مرات في السيمانه هكاك صراحه زوين بزاف ما طيرتوش الاكرام هي اللي خلاتو ليا عرفتوا هاد الايامات كيمشيو ليا غير في الشقه رحلتي من كتجيني نصبن يوميا بزاف ودابا راه كنصبن ثلاثه المرات في النهار ما فهمتش طلاماط والطابيات والجفايف واي والسربيتات الكوزينه كلشي كنصبن كلشي 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 قبيله يلا حكيت البوطه في يدي كنحس بهم هكا نشفوا من دار لدار المهم دابا غندير الماسك دابا شويه غتجي عندي سهام غادي تمشي معايا توصلني بالموطور باش نمشي ناخذ واحد لي ديكوراسيون الى لقيتهم عندهم علاقه برمضان تخيلوا معايا راه شي جوج سيمانات وانا مصيفطه ميساج للسيده كنقول لها مسولاها وقلت لها زعما خليهم ليا وداك الشيء وما ساليتش والله المهم هذا الماسك دغيا غادي ينشف دغيا فريمون حيت اصلا داب البرد ولكن باغا نشوف معكم موديلات ديال العبايات حيت انا ما باغاش ناخذ عبايه يلا طلعت فواحد لا فيديو الصباح وصيفطت البس ما نيت دابا حيت لاطاي ديالي صعيب نلقى شي حاجه غتجيني نيشان زائد واخا ما كيكون عراض وطوال زائد انا صراحه مكرهتش عبايه اللي نخرج بها حيت في الصلاه في الدار كنقدر نصلي بزاف ديال الحوايج عندي حوايج طوال ولكن بغيت نوع باش شي عبايه باش نخرج فهمتوا البلان وكاين دي موديل زوينين ما كرهتش نخير كيعجبني هاد السيل هذا اللي فيه دو بيس كيكون فيه من فوق كيمونو كيجي هكا مهيب وهماوي فهمتوا كيفاش هاد السيل كنحس به زويون كيعجبني حاله كيكون تحت بحال غوب ومن الفوق كتكون فوق منه كيمونو حيت فحال السيلة ديال الكيمونو كتقدروا راه العام اللي فات كانت احسن عطاتني واحد الكيمونو هكا ما عرفت لي مفرجين فيه يعرفوا كان في الماغو كنت مصوره به في رمضان خرجنا نفرج خرجنا نفطروا برا ما كنقدرش نهضر بحال هذيك السيلات كتقدر تلبسهم مع شي حاجه مع سراول كيف ما تقدروا تلبسهم مع ديغوب اللي كيبانوا هكا بحال العبايه المهم كاينين ستيلات زوين هكا في بينترست كتبوا غير عبايه فور رمضان وغادي يطلع لكم داكشي واعر بغيت نقول لكم واحد المعلومه اللي غالطه حيت واحد النهار لقيتها في واحد لا فيديو بالنسبه للقران حيت انا عارفه شي بنادم غادي يبدا يقول ليها القران حاطه تما راه ماشي على الارض هذاك راه حامل القران راه القران ماشي في على الارض باش نوضح لكم ما خصناش نحط القران على الارض مباشره على الدس ولكن الحامل ديالو عادي ولا يعلى عليه يعني ما خصناش نحط القران ونحطه فوق منه مثلا هذا هو القران ونحطه فوق منه مخده دونك بغيت نصحح لكم هذه المعلومه اصلا شنو علاش دار داك الحامل ديال القران راه في الجامعه وكيقراو به هكاك فهمتوا البلان دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم هاي فراشات بوسيهم عرفتوا على اف كيخلي في الوجه ما يمكنش كنحسبو جي رطاب غنيدغاطي بهاد الطونر السهام قالت لي صايبي لي شي حاجه فيها الجوع الله على احساس جميل ايوا دابا كنطيب سباغيتي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش امتى يوليو يقراو في رمضان كيحير واش يقراو مور الفجر زعما قبل الفجر ولا ينعسوا ويعاودوا يفيقوا ولا يبقاو فايقين داكشي راه على حسب كل واحد فهمتوا كيفاش كل واحد ولو كور ديالو وشنو كيقدر يدير مثلا انا ما نقدرش نبقى فايقه من داك الوقيته حتى الفجر ورجع الناس واخا هادشي كنت كنديرو مره مره ولكن بعد هاد العام ما باغاش ندير هادشي حيت فريمون كنتهلك وكنضعف بزاف واخا انا راه حيت نعاسي كتخربق دغيا انا راه ماشي من لو جونغ اللي دغيا كينعس خصوصا في هاد الايام فيا بحال الارق كل واحد وكاين اللي كيقرا في الصباح دونك خاصو ضروري يكون عنده لينيرجي وينعس حنا مع الوقت غادي نجربو كامل مع بعضياتنا شنو هو الروتين اللي مزيان في رمضان يعني ملي غيبدا رمضان غنبارطاجي معاكم معاش نعس معاش فقت معاش كلشي داكشي خصو البراكتيس خصو التطبيق بيني وبينكم فهمتوا كيفاش
مي دابا نقدر نقول لكم فوالا غندير هاد السيستم فلان فلاني ونبقى غادا بدري اسم فلان فلاني، ولكن ما غاديش يسلكني. فهمتوا كيفاش؟ هاي مفاجاه زوينه. المهم انا جيت عند منال، هاي واحد الجوطيه منال ما مسالياش كطيب ليا من ناكل واحد الجوطيه. الجوطيه منال كنتحرك انا بزاف، لاحظتها ما فهمتش، انا ما فهمتش هاد الكائنه فين زايده. قلت لها ناكلو بنينه صاحبتي حاملة ياك بصح نحلو السيفي تاع الزواج صافي، ولكن راه عندي بزاف الشروط. انا محلقه الانسان المناسب. الضحكه دابا توحش دوك الايام. توحش والله ديك الايام. وقلت صافي ما تعصبنيش، ما باغاش نوريكم اللبسات اللي لابسه اللي كنلبس فيهم دابا تشوفوهم من بعد. احنا خارجين اجتينا وسخت لي الزربيه باش طيحت عليها سباكيتي، عرفتي ناري وما مغسلتهاش ليا ما مسحاتهاش. نعلقك كان بان زوين. يلا زيد نمشيو. صافي مني مشيت وريتكم هنا واحد المبيخره، تصورت لكم على لقطه وصافي. ما لقيتش العبايات اللي كنت باغه، لقيت هذوك اللي كيكونوا كيتلبسوا في السطا وكيكون فيهم القب والفولار، وانا ما بغيتش هذوك، بغيت شي حاجه اللي نبقى نخرج فيها. صافي رجعت للدار. ام باك بنيزة، يلا كنت كدور حدا رجليا. المهم خديت دايراهم هنا داكشي، حيت انا اصلا مشيت دغيا ناخذهم. ديجا كنت وصيت السيدة قلت لها هاد اللي بغيت وهاد اللي بغيت، دونك مشيت ليهم نيشان كنت عارف راسي شنو باغية. نوريكم يلا حز زيرو وفز زيرو وقلت شي تكونو شتو في المينياتور. اول حاجة كنت باغا ناخذ ديكورات كتر، ولكن البيوت ديالي دي لا يسمح. يس يس خديت فانوس كيعجبني. كنتخيل الا تفرجت فيه المرة اللي خديت من عندها ولا بنتها انا بحال الحمقه. نمتي عادي تجي راه فرحانه. بالنسبه لهذا الفانوس هذا كل عام كنقولوا نشري هذا اللي فيه الضوء ثم الداخل. نوريكم كيفاش. شوفوا شحال فن. عاد كنحس بالاجواء ديال رمضان فاس كيبان واعر. غنوريكم كاميرا. شوفوا تبارك الله شحال فن، شفتوا رمضان كريم. حسن ما نشري شي دواء ونعلقهم، هذا فيه الدواء وفيه كلشي. ودجا حتى هذاك الفاز كيشعل بالدواء. دابا نوريكم الديكور الاخر اللي خديت. وخديت هلال مكتوبه فيه رمضان كريم، ولكن راه ماشي دا هو الشكل ديالو، درا خاصني نحلو. وكاين اللعيبه ديالو بحال ستاند، ها هي كدار هاك وكيتحط. فهمتوا كيفاش؟ هادشي اللي خديت على في اساس رمضان. وباقي يوصلني واحد البوكس فيه السبحه الكترونيه وفيه شي لعيبات، كان يوصلني نورمالمون اليوم ومع البارح. شوفوا صافي حيت هادو الفانوس درتو ثم رجعتو لبلاصتو حيت هذيك بلاصتو الصراحه. وبالنسبه للسليله اللي فيها هاد الكتوبه اللي من بعد غنزيد فيها راه هي، وهذا ديال رمضان كريم. شوفوا كي كتجي بحال بالطوغي. صافي جات البلاصه فنه. شوفوا في الظلام كي كيبان هادشي صراحه، في الفجار ولا في الليل وكدا بنادم يصليو شي على داك الضوء شوف الاحساس. صافي بقيت رمضان يجي بالزربه. شوفوا زدت هادي هنا ما شاء الله داكشي جا. صباح الخير صباح الخير. واخر ما وصلتني هاد الكوموند اللي كنت كنتسناها، كانت بلوتو كانت تسحب لي غتوصل هي الاولى. عندكم كود برومو في هاد لاباج هادي، كود برومو ديالي كينقص 20%. عرفتوا شناهي 20%؟ عرفتوا شناهي 20% ولا ليفغيزون فابور؟ واحد الهمزه اللي ما بعدها همزه. بالنسبه لهاد لاباج هادي راه عندهم صبحه الكترونيه كاينه لداخل، نوريها لكم. علاش انا اصلا كندوب في فمي؟ اجي نوريكم. ميد ويد لاف سميت لاباج محراب. فوالا هادي لا باج باش تدخلوا سواء من تيك توك سواء انستغرام. لا يشغلنك عن ذكر الله شاغل فهو الباقي وكل ما سواه زائل. هادي عجبتني بخاتيك اذكار الصباح، هادو صغار تقدروا تهزوهم مثلا معكم هذا كامل وفي كاع الاذكار. اذكار المساء صراحه هذا زويون كينفع. هنا دايرين مواطن استجابه الدعاء والاوقات استجابه الدعاء غنيمه. نعم المولى ونعم النصير. شوف هذه تبارك الله صراحه خاصكم تقراوها والله، زعما الا كان عندكم في خباركم هذا البوكس كامل بالكود برومو ديالي كيبقى غير ب 200 درهم. عرفتوا والله الا زعما في سبيل هذا الشيء اللي هنا، حيت هذا الشيء راه ما كيتباعش بثمن، ما عندوش ثمن. ولكن والله الا انا بعدا هاد لي بروجي وهاد لي باج اللي بارطاجيت معاكم في هاد لا فيديو اللي كيديروا في حال هذا الشيء عندهم، كنقول عليهم اجر واجره والله.
يعني كديول الاجر او ميم طون كيربحوا حتى هما غير ربح قليل. الا بغيتوا تاخذوا من عندهم وتسيبورتيوهم هذا خاص يكون عند اي مسلم ومسلمه صغيور وزويون. وهذه اللي منين بانت وانا عاقل على راسي باغا ناخذها وما عرفتش علاش ما كناخذهاش. ودابا سبحان الله العظيم جا وقيتها وكتبت لي فهاد رمضان صبحه الكترونيه اللي ما كيعرفوهاش واخا جوبونس ما يمكن شي واحد ما كيعرفهاش. كديروها في يديكم هكا وكتبقاو تصبحوا هادو على حساب الختمات ديال القران مثلا الاولى الثانيه الثالثه. قراو هادي شنو مكتوب فيها ديروا بوز وقراو عتو زوينه. وهذا خاص برمضان تقريبا بحال هذاك اللي وريتكم ديال لاباج الاولانيه غير هما كيتختلفوا في الديزاين كيختلفوا في داكشي اللي كاين ولكن عندهم نفس الهدف خلاوه هاد واهدافي في رمضان. باقي غنكتب هنا داكشي اللي ما كملتوش ليه انا غنكتبو هنا هنا غنكتب الاهداف اللي عندهم غنشوف هنا كاينين دو باج هنا غنكمل الاهداف الاخرين حيت اللي عطيتكم تقدروا باش تانسبيرو منهم. غنكتب هنا شي حوايج لي بيرسونيل عندهم علاقه بيا وبحال اللي كنكتب الاهداف معكم ديال كل شهر يعني على حساب الخدمه على حساب القرايه على حساب نجميع الفلوس على حساب بزاف ديال الحوايج او ميم طون في داك الجانب الديني حيت هذا رمضان راك عارفين. دعواتي استمطر امنياتك بالدعاء في رمضان. والوراق الاخرين راه بحال بلانرز يعني على حساب كل نهار. تاملات هنا ايه انا هذه غنكتب فيها فضفضه هنا مكتوبه غنكتب فيها بحال كديروا الجورنالين كتكتبوا داكشي باش كتحسوا. انا غنكتب فيها فاش نقرا شي ايات جداد حيت باغا فهمتي بنادم يقرا ويتدبر فهمتوا. حسن تختموا القران مثلا مره واحده وتفهموا داكشي اللي فيه وتحاولوا ديروا به ولا غير تبقاو تقراو هكا بالزربه وتختموا بزاف الختمات. انا كيجيني من الاحسن بنادم يحاول يقرا القران ويدير به. دابا نوريكم اخر حاجه هذه ما غنقدرش نحلها حيت كتحل حتى نهار العيد. مكتوبه فيها عيدكم مبارك ومكتوب فيها واحد الكتبه لداخل غتبان لكم من هنا ولكن ما غنحلهاش دابا. نهار العيد ان شاء الله الا صورت لكم فلوق ديال العيد ولا شي ميني فلوق ديال العيد غنحل معكم. وبقاو عاقلين باش تفكروني فكروني مي قرب العيد قولي لي منال حلي هذيك ديال العيد ومنال سيري شوفي داكشي اللي كاين في الكتوبه ديال سنن العيد اوكي اللي صيفطوا لي في لاباج الاولى. ايوا هذا ما كان.